السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة للمتتبعين ديالي. أنا كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكنرحب كاع بالناس اللي تنضموا للقناة ديالي، وكنقول كاع للناس اللي كيشاهدوا الفيديو ديالي يتابعونا معايا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله، هاد الوصفة معروفة صراحة، كل شيء تديرها، وانا صراحه عمرني ما درتها، مازال ما درتهاش في القناه ديالي. راه كنديرها في البيت، ولكن ما تحتش لي الفرصه باش ندير عليها فيديو. هذه الوصفه هي اللازانيا، كما كتشوفوا غادي ندير اللازانيا اليوم معكم. لازانيا انا غادي نحتاج ليها، هنا عندي الكفته، هنا عندي الكفته بدون ما فيهاش الدهنيات، يعني مطحونه ما فيهاش الشحمه كيف ما كنقولوا. عندي هنا مطيشة العادية، أنا حكيتها في الحكاكة اليدوية. عندي واحد المعلقة ديال الطماطم المركزة. طبيعة الحال عندي ورق اللازانيا من النوع الجيد كما كتشوفوا، وعندي واحد ربع كاسين زيت، غناخد منو القيس اللي بغيت. وعندي ثومة معصرة، يعني ثومة طرية، وشوية ديال التحميرة، وشوية ديال البزار مليحة على الحساب. بطبيعة الحال كاين الكريمة، مازال ما جبتهاش من الثلاجة. عندي الكريمة ديال الطياب اللي كنطيبو بها، اللي خاصة بالطياب. وبطبيعة الحال عندي جوج انواع ديال الفرماج، هادو غنديرهم في الاخر ديال ملي غادي نكون نقاد في الورق اللازانيا، عاد باش غادي نديرهم، انا ما حطيتهمش في البداية ديال الفيديو. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نشحر هذيك المطيشة ونضيف عليها هذيك الكفيتة. انا حطيت طنجرة سخون، غندير واحد شويه ديال الزيت، قياس ديال الزيت، وغادي نزيد عليه ديك الثومه، نخليها متشحر واحد شويه ماشي بزاف. الثومه كتذهب صافي، غادي نزيد عليها مطيشه، وغادي نزيد عليها التوابل اللي عندي مليحه، شويه بزار، تحميره، صافي غادي نخليهم متشحروا مزيان. ومن بعد ان شاء الله عاد باش غادي ندير عليهم الكفته، وغندير عليهم شويه ديال الربيع. دابا غادي نزيد الكفته من بعد ما تشحرات ليا مطيشه، كما كتشوفوا خليتها تشحرات مزيان. صراحه هاد اللازانيا اللي درنا فيها المطيشه العادية محكوكة كتجي بنينة بزاف، هاد الصوص الحمرا أنا كتعجبني في الحقيقة بزاف. دابا غادي نزيد الكفتة، بسم الله، صافي غادي نخليها طيب معاها. هي كطيب وأنا كنفرتتها، مبغيتهاش تكون غليظة، هي كطيب وانا غادي نبدا نخلط فيها مره نخلطها باش تخلط مع مطيشه. ومن طبيعه الحال غنزيد فيها واحد شويه ديال الماء، واحد نص كاس ديال الماء باش طيب ليا الكفته. وحتى داك الصوص بغيتو شويه باش ملي ندير الورق ديال اللازانيا تكون شويه فاتحه، ما بغيتهاش تكون ناشفه. انا مازال ما درتش الربيع في الحقيقه، عندي هنا واحد محيبق ديال المعدنوس، هنا نقطع منه شويه باش نديرو. صراحة عندي انا الربيع في السطح نايض بزاف، عندي تبارك الله كثير عندي الربيع في السطح نايض، ولكن غادي ناخذ معايا من هذه ما طلعتش لفوق. غناخذ واحد شويه ديال الربيع من هذا اللي وريتكم من قبل، في الحقيقه هو عشويه ماشي بزاف، حيت كنت كناخذ منه. صافي غناخذ هاد الورقات، صافي ما غاديش نعاود نزيد اكثر، خليت فيه مسكين والو. من بعد ما تشحرت ليا ديك الكفته مع لاصوص كما شفتوا، اول حاجه ثاني حاجه غندير من بعد هذا الشيء هي غادي ندير هذا الورق ديال اللازانيا المسخون، غادي نديرو في هنايا وغادي نكب عليه المسخون باش يرطب ليا شويه. دابا انا غادي نخوي الماء، بسم الله، نخليهم واحد شويه على ما يرطابو. صافي انا غادي نحيدهم نحطهم على جنب هنايا، وغادي ناخذ الطاوله اللي غادي ندير فيها
اللي غندخلها الفران. اول حاجه غادي ندير غادي نكب واحد شويه ديال لاصوص هو الاول. دابا غادي ناخذ ورقه نحيدها بسم الله وغادي نديرها فوق هاد لاصوص اللي درس. صافي غادي نزيد شويه لاصوص. انا هنا عندي هاد الكريمه خاصه بالطياب غادي نقطعها ندير على القياس ماشي بزاف كنعاود نفس العمليه. صافي غنعاود ندير الكريمه عفوا غندير لاصوص. انا عندي هنا فرماج انا حكيته غادي ناخذ شويه فرماج ونديرو. ما درتش في الطبقه الاولى ماشي مشكل ندير القليل ماشي كثير قياس. هذه هي اللازانيا او اللازان كيف ما كلشي كل واحد كيفاش كيقول ليها. انا خرجت من الفران بدل الفرماج في الحقيقه جات زوينه بزاف. انا كنتمنى كاع الناس اللي تيشوفوا هذا الفيديو يتابعوا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. بالنسبه للازان زوينه بزاف في الحقيقه خاص الاخوات يديروها لوليداتهم في الدار على شله مره مره تكون واحد الاكله بحال هكا زوينه بزاف. بالنسبه للعشاء بالنسبه لي انا دايرها للعشاء للدراري. انا غادي نقطع واحد طريف نشوفها كيفاش جات بسم الله. بسم الله كيفاش جات تبارك الله جات زوينه. هذه هي اللازانيا اللي انا حضرت معكم اليوم. في الحقيقه كنتمنى كاع الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي تابوناو معايا مره اخرى وفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. انا كنشكر كاع الناس اللي كينضموا للقناه ديالي واللي كيكتبوا لي الكومونتير كنشكرهم بزاف. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وما تبخلوش عليا بلي لايك. والى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله. هادو زيت وزيت دابا حيت كنا